بلشنا. صباح الخير فادي سبرا. صباح النور. صفا. ماشي الحال. توفا بيان. صفا. اليوم بدنا نحضر مرينغ. اليوم رح نحضر مرينغ. مع فريز. مع فريز. يلا. في كتار بيحبوا المرينغ، أنا بس أفكر بالمرينغ. بفكر هولي السابويات يلي كنا ناكلهم نحن وصغار. الصغار الملونين. ملونين، ما كثير صغار كانوا. ايه هن مثل المرينغ. بيقرقشوا كمان مثل المرينغ. لونهم أصفر. أصفر أحمر. أزرق. كنت أنا دائما نقل على أورانج لأنه بكون على برتقان طعمة. وهديك المرة شفت إنه بعد في منهم يعني كتير قليل بمحلات كتير قليلة بس كتير مهضومين بتذكرني بطفولتي يعني. بقى اليوم مرينغ لون أبيض. لون أبيض. لون أبيض رح نعمله. ما في عليها أورانج. ما في عليها. بس نقول مرينغ الناس بيخافوا لأنه بيقولوا يا هي صعبة ما بنعملها بالبيت بنشتريها وما بنعملها. هي هين ما بدها شيء، هي بس بدك فرن. بس المشكلة الفرن إنه تكون درجته خفيفة. خفيفة. خفيفة كتير كتير كتير، بس تكون درجته خفيفة الفرن. وبدها كتير وقت. بدك ساعتين. بدها شي ساعتين بالفرن. بالفرن. يعني إذا كانت قطعة كبيرة بتاخذ وقت، إذا قطعة صغيرة كمان بتاخذ وقت أقل. أوكي. عرفتي؟ أورايت. أورايت. يلا. ليتس جو. نبلش. رح نبلش. هلا بدنا الزليل، بدنا نحطه زليل البيض. نسيت تاتيانا. أول شيء ندورها على مهلنا، على السعر الخفيف. أوكي. ليه؟ حتى ياخذ الزليل بعد مش دغري تطلع. أوكي. أوكي، هون على حط لها أنا فانيلا السكر. لو بتجيب الفانيل هون هيك بيشوفوا المشاهدين كيف عم نعملهم. أنا رح أشيل الفانيل، خايفين نحط الفانيل أكيد يعني كمان بس هيدا طيب. احسن. اوكي. مع السكر. ايه مع السكر حتى ما تطلع طعمته زنخه. عود فاني. نخلطهم. مزبوط. هذا يصير هيك. لانه اذا ما حطينا فاني وكله زليل ريحه زنخه بعدين. مزبوط. هلا في انا كمان نحط لها مثلا للمكنه نمسحها بشويه مزهر موارد بس شوي صغيره. حتى ما كمان ما تزنخ الفانيل بودر بتمرمر. بتمرمر كترها بتمرمر. هيدي ما بتمرمر. اوكي. هيدي فريش. لنكون سيف لكن لازم نحط العود اطيب. اطيب وما بتمرمر. ما بتمرمر. وفي كمان ليكيد بتيجي هيك اناني صغار. ايه. كمان ما بتمرمر. يعني شوي. كل شيء كترته بتمرمر. لا اكيد بس البودر بتمرمر كثير. مظبوط. خاصة بس حتى بجاتو هيك بتحس يعني. مظبوط. اوكي. هون انا حط شوي صغير سكر معها هلا. شوي شوي من شوي شوي. مظبوط. نصير نقوي. نصير نقويها. حتى يبيض ويقسى. شو قوية ريحة الفانيل شو زي. الرباين فيها نقط سود هو تبع الفانيل بعد الرباين. هلا هون بلش يبيض شوي صغيره. لازم يبيض ويرفق. ويرفق مظبوط. فهد بده يبلجينا هلا. حطينا سكر كثير قليل. أول ما زلنا بعد بعضهم. في سكر هون بعد ما حطينا يوم كله. مزبوط. بيطيب المرينغ مع المون مع الكسكسي. بس هو بيكون حلو شوي صغير الواحد يتقبلها شوي صغير. أكلنا مون بلان على راس السنة. طيبة. طيبة. عائلة. عملنا شارل مون بلان. كيف نعرف انه صارت منيحة وما بقى بدنا اللي هي بتصير مثل الجبنة، بتحسيها صارت هيك اخذت بعضها مضبوط، يعني بتشد، يعني هلا بتشوفيها هلا هيك كيف صارت هلا؟ بتصير مثل الكريم. اوكي. بتصير بتشد. إذا عندنا هيدي المكنة يلي على الإيد يلي لها اثنين خفقات. كيف بتعمليها؟ فينا نعملها. فيكي تعمليها على إيدي كمان ما بقسي. على إيد بتاخذ وقت شوي صغير. بدها مشكلة فيهم بعد. هيك كيف صارت هلا؟ هلا هون رح كفي السكر انا. اوكي.
ارشوا شوي شوي. لازم يذوبوا منيح السكريات. مظبوط. هن بيذوبوا هلا عم بيذوبوا بقلبها. لازم نحط سكر بودرة. سكر بودرة آخر شيء. رح يكون سكر بودرة آخر شيء. أوكي. ليكي كيف صارت هلا حتى تقولي لي انه كيف طلع الزلال صار مثل الكريم، حسيها مثل الكريم. هلا صار فينا نوقفها. شفتي بقى ازعاج المكنة؟ طوشنا. ليكي بتصير؟ ما بعرف شو صار بالمشاهدين. اوكي. بس تعمليها هيك بتصير هيدي. مثل الإبرة بتصير. مثل الإبرة. هلا هون بدك تساعديني شوي، بدك تحطي لي السكر. بدي. هون ما نقلبه مش خفق، ما نقلبه تقليب. عم بتشتي. ايه فينا نقسم نسريها شوي. اهم شيء ما نخفق ونخفق حتى ما نهبط الزلال. خلي ضل معبي هواء. اوكي. هلا بنحطهم بالكوش. احنا الشكل فينا نعمله مثل ما بدنا. فينا نعمل صغار، فينا نعمل صغار، فينا نعمل كبار، بدنا اياهم مثلا سكبتيها هيك، فيك تتركيها هيك. وهون هلا الاسكوب انا وحده كبيره اول شيء. بعد عندنا 7 دقائق. اوكي. وهيدي هيدي وحده كبيره. وحده كبيره بنعمل فيها. هلا هيدي بدها تفوت على الفرن. بدها تفوت على الفرن، بدها تقريبا شي ساعه ونص بالفرن، ساعتين، لانه كبيره شوي صغيره على حراره واطيه، حراره يعني 80 100 مش اكثر. على ساعتين؟ ايه. اوكي. اوكي. هلا نحن حضرنا وحده جاهزه. مخبيهم كلهم تحت. بس ما حدا يشوفها. اوكي. اوكي. هلا انا عندي الكريم. عندي الكريم شانتي والكريم باتيير رح اخلطهم مع بعضهم. ما عندك كريم دو مارون؟ لا. اوكي. هودي خلصوا. خليهم هون. هون عبي البوش كمان. Double.
اوكي. وهلا الفريز. فينا نحن نشتري المرنج اذا ما بدنا نعملها، وفينا نعمل كريم باتيسيير مع كريم شانتيي ونرجع نحطهم على المرنج ونرجع نزينهم بالفريز. مزبوط، يعني فيك تعمليها كذا كذا شغله، فيك يعني فيك تحطي انانا، فيك تحطي بدك اياه. شهي بس طعمتها شو طيبة طعمتها؟ كيف بدنا ننطر هلا؟ تيستي طعمتها كثير 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 طيبة. صعبة؟ ابدا. انا ما بحس حالي كثير شاطره بالدسير. بالدسير ليه؟ يعني ما بعرف، بحس حالي بعمل بسكوي، بعمل جاتو كيك هينين يعني، بس هيك اقعد اعمل قصص صغيره وزينهم، مع انه كثير بعمل تيبس وبعمل كثير قصص يعني بحب زين، بس ما كثير بحس انه بيزبطوا معي الدسيرات مثل الطبخ. مثل الطبخ ايه، بالطبخ اقوى من الدسير. مشان هيك في شيف بيعملوا بس دسير، في شيف بيعملوا بس طبخ، ما هيك؟ ايه بس هلا واحد كمان ما في يكون خبير او بيقدر يعمل الاثنين سوا. هلا فينا نعمل بس القصص البسيطه، يعني انا ما بحس حالي كثير شاطره بالدسير. ما انت بس تبلشي اول شيء. انا بشتري دسير بس بحب اطبخ، بس تبلشي يعني فيها يعني سلادات وطبخ وهيك بحب اتفنن، بس دسير ما كثير، بس لازم جرب. جربي وشوفي بتلاقي حالك انه مثلا بخاف اعمل المرنج لانه عملتها مره ومش زابطه معي، ما رجعت عملتها. طيب ليكي هلا عملتها انا وياك، عملتها انا وياك ايه، انه هيني بس بتبسطها يعني، بس ما بعرف. لا لا بالعكس لازم تجربي. وما فيني خبركم ريحة الفريز شو قوية. هلا صار في فريز بالاسواق. انا اشتريت كل الاولاد بحبوا الفريز، شيء غريب. هو طيب ايه، يعني اذا بدنا نقول 85% من الاولاد بحبوا الفريز. كل الديسيرات يلي للاولاد او الحليب وهيك دائما بتحسهم على شوكولا او على فريز، يعني ليه؟ لانه ما بعرف لانه بيحبوا يمكن هالشيء او هالطعمه. بعد بدك تحط شيء على ليون؟ بدها تزينه. اوكي. بتلعب بالفيزاليس. اوكي. صار عندنا طرت عمرانك. طيبة، كثير طيبة. طيبة. حط ميرتي. هلا بدك تنطرنا للتيستينج لندوق. للتيستينج لندوق. نحن خلصنا فينا نسميها تارت مرينغ. فينا نسميها تارت مرينغ. نسميها فينا؟ فينا. نحن بعد بدك تحط بدي احط لها جلي. جلي بس شوي تتلمع شوي. مزبوط. هيدي سكري. سكري بتجي حلوة. بتجي حلوة. اوكي. بدنا كثير وقت؟ لا. دقيقتين. شفت شو طلعت؟
على كل التارتات بيحطوا هالجلي. كل شيء فواكه. كل شيء فواكه. ليه؟ تمام يصير اوكسيداسيون. اول شيء بالبراد بطل ينشف، بالبراد بطل ينشف وضلي تعطيها لمعيه. نعم. وطعمتها ما بدها تأثر شيء لأنه هي طعمتها نوتر يعني ما فيها شيء. ما في الا نكهه. لا 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 بس تعطي لمعيه وهي شوي سكري. مزبوط بتحافظ على بس بتحافظ عليها بالبراد حتى بس دغري تنشف. خاصة اناناس وهيك قصص بينشفوا. اوكي. ديبو. ديبو. نحن بدنا ندهن عليهم شو اسمه؟ حتى لو سخنين من حط. ما بأثر. هو لازم يكون سخن حتى يدوب عليهم ما يعلق كثير سنين. خلص وقتنا فاضي، نحن بنرجع بنشوفكم بتيستينج مشاهدينا واقفة ومنتابع لك. ختامها مسك ختامها فريز وكريم ومرينج صار حد ما وعدنا ندوق هلا يلا يعني هي مش معروف اذا سلاد بسكوي مع كريم فريز او مرينج يعني مخليط شوي من كل شيء ستيفاني خفيف كيف شفتي فيها يعني بدل البات في طب الفريز شو؟ لا بس كيف شفتي فيها سلاد فروي؟ فريز وميرتي وكل شيء كله احمر باحمر احمر باحمر ولكن شكلها على الاكيد بشهي وانا اكيد انه طعمتها بتشهي اكثر ستيفاني لانه انا عاملها طبعا رانيا انت عاملها اكيد رانيا اني باتخ يعني ما بتحب كثير السكري بس هيدي رح تحبيها مبين انه فيها هيك شويه ساور اكيد فايز رح دوقها بالكون ايه طيبه كثير كريم شانتيي وكريم باتيسيير يعني كريم شانتيي كل الكريم انا دائما بسمع نصايحك على كل كثير طيبه حلوه بس مش الحلو اللي قاسي بحلي كثير طيب ما بدك تدوق معنا؟ ليه؟ عم بعمل رجيم بعدين فيها شيء وبيعمل رجيم بيجي بينصحنا المرانج بحسها هيك فلافي خفيفه تقرقش كثير طيبة يمكن انا رح زيد ستيفاني شو قولك؟ واو عجيبة بتكون علامة منيحة ما علي عم بيقولوا لنا بدينتنا انه هذا بنصح بتعرفي ليه عم بيقولوا لنا هيك؟ ليه عم بيغاروا لا لما ناكلهم كلهم ونترك لهم لا كثير خلص خلصنا لليوم رانيا بدها تكمل البرنامج انا برجع بشوفكم نهار الخميس ثانك يو فادي ميرسي سلمياتك ما تنسوا البسمه على وجهكم باي باي